بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي معانا برنامج بيحول الدي دبليو جي لبي دي اف، كمية كبيرة من الدي دبليو جي بيحولها لبي دي اف. بقول له اديت فولدر واشوف انا ما عايز الدي دبليو جي ولا الدي اكس اف ولا الدي دبليو اف، ممكن اخدهم كلهم مرة واحدة. بشوف انا حاطط الحاجات فين. وبعد كده بقول له نكست. بقول له مثلا عايز كل اللي اوت، عايز الموديل سبيس بس، عايز يعمل لي زوم، عايز نسبة الزوم قد ايه زي ما انا عايز، عايز الالوان قد ايه. تمام، بقول له نكست. بشوف الويدث والهاي بتاعتي، الوحدة بتاعتي، الاعداد بتاعتي تبع عادي. بشوف الاوتبوت بي دي اف احطه فين، ونفترض مثلا انا عايز احطه في الماي دوكمنت. تمام، اقول له سيف، نكست، اقول له كونفرت ناو، هيبدأ يحول ال دي دبليو جي لبي دي اف. عمرو سليم.